يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القراءة على الماء؟ ما حكم القراءة على الماء في الماء؟ في الماء، القراءة في الماء. ما حكم القراءة في الماء إذا كان في إناء ثم الاغتسال به في دورات المياه؟ وما الحكم إذا كان ماء زمزم؟ لا بأس بذلك، الماء المقروء فيه يستعمله الإنسان شربا واغتسالا ولو كان في دورة المياه. نعم. يقول وما ولو كان من ماء زمزم. نعم.